هذا محرم من جهتين. الجهة الأولى أنه لا يجمع بين البنت وخالتها، نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يجمع بين البنت وخالتها وبين البنت وعمتها، هذا هو التحريم الذي يكون تحريما مؤقتا. وأيضا الحر من جهة أخرى هو التحريم المؤبد، أنه يعتبر محرم عليها من الرضاع، وقال عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، قال صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو يعتبر لها أبا من الرضاعة، لأن اللبن لبنه هذا الذي يسمى بلبن الفحل، هذا الذي يسمى بلبن الفحل، فتحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا الذي يسمى بصاحب اللبن فيعتبر أبا لها من الرضاعة، يعتبر أبا لها من الرضاعة، بل ومن تتمة الفائدة لو كان هذا صاحب اللبن، هذا الزوج له أكثر من زوجة، فكل أولاده من زوجاته الأخر يعتبرون إخوة لهذه المرتضعة، يعتبرون إخوة لهذه المرتضعة. ومن تتمة الفائدة أيضا فإن باتفاق أهل العلم هذا صاحب اللبن هذا تعتبر هذه البنت التي أرضعتها زوجه ابنة له من الرضاعة، لكن يجوز له أن يتزوج بأمها، يجوز له أن يتزوج بأمها، إنما المحرمية هنا تكون للتي رضعت فقط، وهذا بإجماع أهل العلم كما نقله ابن قدامة في المغني والبهوتي، وهذا عليه الإجماع. وصلى الله عليه وسلم وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم ارحم أبي وأخي وعمي وجميع المسلمين، وعلى طاعتك احفظ والدي وارزقني برضا رب العالمين. تمت حلو صوتين في ليلة الثلاثاء لثلاثة عشر خلونة من صفر لعام 45 و400 من هجرة عدنان عليه الصلاة والسلام.